السلام عليكم البنات، مرحبا بكم مره اخرى. اليوم عندي كيف ما كتشوفوا في لو تيتر مي برودوي فافوري. كيف كتعرفوا كاينين دي برودوي كيتسالوا لينا، يعني ما كنشعروش براسنا اوتوماتيكمون كنمشيو نعاودو نشريوهم. فاليوم غادي نقدم لكم دي برودوي اللي فريمون اون فوا كيسالي خصني نمشي نعاود ناخذهم. بلا ما نطول غادي ندير لكم اول حاجه بهاد جيل دوش ديال دوب اللي فريمون بالنسبه لي انا كود كور، يعني فاش خرجوا اول مره فريمون حماقيت عليهم، خديته وجربت كاع الانواع ديال هاد لي جيل دوش دوب كلهم تقريبا. كان حماق بزاف على المادلين كتسطين، يعني كنحس بحال يعني كيكه كطيب في الفران فوالا كتحمقني بزاف الريحه ديال مادلين. فريمون جيل دوش ديال دوب فريمون توب، حتى من الباكاجين يعني كيف كنشوف يعني كان بحال شي قطيطه، يعني غزال بزاف هاد جيل دوش ديال دوب توب فوالا. حتى هو من لي برودوي يعني اللي غير اون فوا كيساليو لي خاصني نمشي نعاود نشريهم. كيف قلت جربت كاع الانواع ديال هذا بسوريز فريمون، حتى هو زوين بزاف، فيه واحد لوديور غزاله فن بزاف، يعني كتحسي براسك يعني فريمون في عالم اخر. انا بعدا كنا هاد لي جيل دوش ديال دوب يعني كيسطوني صراحه. بعد المرات كيكونوا باقي عندي مساله وشو كنعاود ناخذ وحدين اخرين، يعني اون فوا كيخرج شي موديل يعني شي يعني بنكهه جديده كان يعني انا اول وحده اللي قريت قريبا كتمشي تجربوا فوالا فوالا فوالا. هذا حتى هو من لي برودوي فافوري اللي ما كنقدرش نستغنى عليهم او كنمشي نعاود ناخذهم ونشريهم. كاين هاد لي ايدراتون ديال لو بوتي مارسي لي في، خصني نجي من الحمام ضروري خصني، يعني ولات عندي عاده انه اون فوا ندخل من الحمام خاص يعني نرتاح بيان سور واحد شويه ونبدا يعني ندير هاد لي دغاتون ديال لو بوتي مارسي، لانه فريمون طوب وغزال، تيخلي لابور طبا مصيب بلو بور دو كاريتي امون دوس لوي دارون، شي حاجه لي طوب فوالا كيعجبني انا شخصيا تيحمقني. ولا حتى هو من لي برودوي فافوري لي ضروري لي ضروري خصهم يكون عندي. الريحه فريمون فنه فنه بزاف، يعني بوغ بوست تخي سيش كيرطب افكتيفمون لابو، تيخلي واحد الريحه غزاله. انا بعد المرات ملي كنستعمل هو ما كنحتاج نستعمل باردون بور دو كور، يعني ولا داك ولا البروم دو كور لي فريمون ريحتو كتبقى مده ديال يعني مده طويله، يعني حتى ديري الدوش ديالك الماجي فوالا، يعني فريمون كتبقى واحد الريحه غزاله وكتبقاي تشميها حتى في لي فيتمون ديالك فوالا. فريمون مزيان بزاف. انا بعدا شخصيا عجبني، فيه تهضرت عليه بيان سور في لاشين ديالي القديمه وفوالا، ما كنهضر عليه على اساس انه برودوي فافوري، حتى هو ما نقدرش من يسالي وما نعاودش ناخذو فوالا. البرودوي لاخر لي في لي برودوي من لي برودوي اوريفلام اللي انا فريمون ما كنقدرش هو ما نعاودش ناخذو، هو هذا ديال ابل انسون سينامون باردون ديال كريم ديال لي مان فوالا. فريمون شي حاجه غزاله كنستعمل مده طويله، ما بقيتش كنعاود نستعمل شي حاجه اخرى اكثر منه، يعني فريمون حتى هو لودور اللي فيه تتجنن. انا بدا تنجنن ملي تنشم هاد الريحه هادي، ولا لا كتسكرني افيكتيفمون والله الا كنسكر بهاد الريحه ديال هاد الريحه ديال هاد الكريم هذا ديال ابل ان سينامون، فريمون توب توب توب. كنصحكم انكم تجربوه و فريمون غادي تلقاو بانه واحد الكريم اللي فريمون ما تقدروش تستغناو عليه مره اخرى الا عاودتو خديتو من لي كريم ديال لي مان اللي عند اوريفلام توب. ففوالا هذا حتى هو من لي برودوي اللي انا كنسطع عليهم. كاين هاد الكريم ديال الرجلين حتى هو ديال اوريفلام فيت اب فوالا، جوست فريمون جوست توب حتى هو، لانه ما نقدرش في الحقيقه ما نعاودش ناخذو. يلا خديتو حتى هو باقي جديد، يلا خديتو وحتى هو كيرطب رجلين، يعني اون فوا خصني نسالي الدوش ديالي او نجي من الحمام خصني فريمون ندهنو يعني نستعملو في رجلي، ولبس القشره ديالي كيبقاو رجلين ديالي فريمون رطبين بالقياس وفريمون زوينين، يعني كتحسي بانك فريمون دايره شي حاجه لرجليك اللي فريمون كتغديهم، يعني سورتو اللي عندها مشكل ديال الحروشيه ديال القدام ولا هذا، يعني هذا نصيحه انها تستعمل هاد الفيتوب ديال اوريفلام فريمون طوب. حتى هو من لي برودوي ديالي اللي ما نقدرش ما نعاودش ناخذو الا سهل، تقريبا هادي شي خمسه المرات ولا سته كناخذ هاد الكريم هذا ديال الكريم ديال
نبقى مع اوليفلام. كاين هاد البيبي كريم اللي فيه الكريم بيبي كريم ديال اوليفلام. اش غنقول لكم اللي فيه هذا؟ انا كان خصني نديرو غوفي مي ما درتوش، مي دابا غنستغل الفرصه انه نهضر عليه. كي كاموفلي واحد يعني بواحد الطريقه غريبه، يعني بحال اللي دايره واحد البرودوي فريمون اللي تي ماسكي كل شيء الحوايج الخايبين اللي كتكون عندك في الفيزاج. انا كنستعملو يعني فريمون في الخرجات اللي كيكونوا فريمون تقال، باغ اكزومبل عرس ولا شي حفله ولا هذا ولا شي سهره، ففريمون كيبقى كي كاموفلي كاع لي تروك الخايبين اللي كيكونوا في الفيزاج ديالك. لا سيرم ديالك كي ما تحتاجي ديري اونتي سيرم فريمون. هذا كنصحكم بيه لي في تجربوه ديال بيبي كريم ديال اوريفلام، فوالا طوب فريمون طوب. ما عندي ما نقول عليه سوى انه فريمون شي حاجه روعه، شي حاجه زوينه بزاف. استعملت بزاف ديال لي بيبي كريم مي ما عمرني يعني ما يعني ما استعملت شي حاجه اللي كتكاموفلي هكا يعني بهاد التقنيه وبهاد الدقه هادي. يعني فريمون طوب هاد بيبي كريم ديال اوريفلام، وحتى هو شريتو تقريبا دابا شي 3 فوا ولا كيتقدر كناخدو بيان سور. فوالا فوالا كاين واحد لونتي سيرم ديال مايبولين، ما نقدرش هذا فريمون ولا عندي شي حاجه يعني ولا عندي انديسبونسابل في الماكياج ديالي، خصو يكون في الدار امبوسيبل امبوسيبل ما يكونش مع مي برودوي ميك اب عندي، لانه ما عرفتش يعني واحد البرودوي اللي فريمون طوب صراحه. كيما قلت لكم يعني كي يعني كيغطي لي سيرم بزاف، اللي تعاني من لي سيرم ديالها يكونوا نوار، كيكونوا نوار باردون، ومع العيا بيان سور ديال الخدمه ديال هذا شحال من حاجه. وسيرتو انا يعني كنت يعني كنعيا بلا قياس، وما كنبع واحد القياس ما كنتش كنعس كاع يعني شتيفي، ولاو عندي واصلين لي يعني وصلوا لي حتى يعني كثار بزاف عندي يعني ولاو عندي لي سيرم واضحين فوالا. فهذا فريمون كان كيكاموفلي ليا لي سيرم ديالي فريمون، كان كيضرقهم فيهم بصح واعر واعر بزاف. وحتى هو من لي برودوي فافورين اللي ما نقدرش ما يكونش عندي في الدار، اون فوا يسالي خصني نمشي نجي، وكنستعملو بزاف هو صراحة. باردون واحد البرودوي اخر ديال اي كريم، يعني هذا ديال فارمازي باردون ديال العينين ديال لي سيرم حتى هو. كي شنو كيدير يعني في الليل ملي كديري الروتين ديالك ديال سوان فيزاج ديال سواب، فانا خصني نعس قبل ما نعس خصني ندير هذا تحت لي سيرم ديالي فريمون. ديك الحوشيه اللي كتكون في لي سيرم وديك يعني كتبدا الجلد تكمل شويه يعني كتبدا تولي بحال فيها لي غيد فريمون، هذا كيقضي عليها تماما. انا فريمون جربتها في الاول مره فاش استعملته، ما كنتش كنصح انه فريمون كي افيكاس لهاد الدرجه. ففريمون كي كام كي يرطب باردون هذيك لا بو ديال لي سيرم، كيخليها فريمون ما يكونش فيها دوك الشريطات اللي تيكونوا في لي سيرم يعني بحال اللي غير كيف قلت، وكيرطب لابو فريمون كيخليها فريمون مزيانه. فانا كنت كنعاني واحد الوقيته واحد الفتره عانيت من انه لي سيرم ديالي بداو كنمسهم كنلقاهم حرشين. ففريمون فاش جربت هذا فرجع لي بحال الخدود ديالي بحال لي سيرم رجعوا طبيعيين وعاديين نورمال بحال بحال. فكنصحكم لي في تجربوا هذا اللي عندها مشكل سيرتو ديال النشوفيه ديال لي سيرم ديالها ولا الحروشيه ديالهم فوالا. فعلى غير استعمل هاد اي كريم ديال مون كاتب عليه اي كريم هادشي اللي كاتبين عليه، ومتيتباع في فارمازي فريمون. حتى هما لي برودوي لي اون فوا كيسالي خصني نشري فوالا. فريمون لقيت عليه نتيجه مرضيه صراحه طوب. فوالا فوالا نبقى مع فارمازي نبقى مع فارماسي لي في كاين هاد فيكساتور فريمون حتى هو عجبني بزاف. هو ماشي قديم الحق اول ما مسالتش لي، ولكن كنفكر الا سهله غادي نعاود ناخذها، داكشي علاش انا حسبتو مع لي برودوي فابوري. الوغ اون فوا لي سالي غادي نعاود ناخذو لانه فريمون مزيان يعني الميك اب ديالك ملي كديري كيبقى مشبر يعني وكيبقى ثابت يعني في الفيزاج ديالك يعني النهار كامل فريمون مزيان. حتى انك ملي كتبغي ديري ديماكي وجهك يعني كتلقى شويه ديال الصعوبات فريمون فريمون توب توب. هاد فيكساتور ديال ميك اب تايم لوكر هادشي كاتبين عليه فريمون توب، راه كاين فارمازي يلاه خرج جديد ماشي شي حاجه قديمه.
Voilà, une fois ici, bien sûr, à Dinaoud sur un certain, c'est les produits favoris. Le cas des films à la pharmacie, il y a un dentifrice d'aloe gel, de l'aloe vera, car les produits les films qui sont bien de l'aloe vera, impossible, impossible, je ne sais pas. وفوالا فوالا انا لدرجه انه عندي زرعها عندي يعني في الدار يعني شريت كل المحبه كيف كنقولوا وزرعته عندي في الدار فريمون كنحمق انا على لي برودوي بالالوفيرا والالوفيرا اصلا كتسطيني فوالا يعني لي برودوي اللي بالالوفيرا كيف قلت من الحوايج اللي ما نقدرش ما ناخذهمش فوالا فهاد دونتيفريز هذا بالالوفيرا مال شي فارمازي جربته شي حاجه اللي فريمون توب زوين بزاف حتى هو لو برودوي فافوري اللي ما نقدرش نعاودش نشري مره اخرى خصني نعاود نشري بكل ثمن وفوالا بكارفور خرج واحد لي برودوي لي في وجربتهم وبيان سور غادي نعاود ناخذهم كاين هاد جيل دوش بغيزان اي بومبلوموس جان لي كوبلي في الريحه ديالو كتحمق انا بعدا كاين صطاتني لوردور ديالو فريمون طوب كنصحكم انكم تجربوا هاد الجيل دوش ديال لو شي كارفور رخيص بزاف يعني مع 11 درهم ولا 12 درهم ما معقدش المهم هكا ما فيتش هذا البخي هذا يعني 11 درهم 12 درهم والريحه ديالو توب توب فريمون كيمشي مع لي دو سيزون تقدري تستعمليه في الصيف ولا في البرد فوالا يعني كيصلح لاي وقت لينا الريحه ديالو فريمون طوب صراحه حسن حمقاتني الريحه ديالو كي نقول رخيص بزاف 11 درهم سيريا البرودوي لاخر كارفور كريم دو دوش لي دو كوكو هذا حتى هو سطاني ريحه الكوكو واو كوكو يعني مشهده يعني واضحه فريمون ما نقدرش ما نعاودش ناخذو ان شاء الله اون فوا سالي غادي نعاود ناخذو من لي برودوي لي فريمون عجبوني بزاف و وما يبقاش يحيد من الدار هذا ما عدينا ما حبسوه من كارفور ما هذه حاله اخرى فوالا فوالا انا بقى كارفور هاد لي كوتون ديسك حتى هما اون فوا يسالي وخصني نمشي ناخذهم من كارفور فوالا طبيين زوينين يعني ما كيتفرتوش بحال الاخرين ما كيتقسموش على ما كيتقسموش على جوج يعني كيبقى واحد يعني مقبوط وكتمسحي به بكل يعني بكل دقه ما كيتفرتوش فوالا حيت كاينين دي كوتون ديسك جربتهم في دوطخ مارك هكا فريمون كيتفرتو وكتولي يعني ما يعني دغيا كيذوبوا فوالا لدرجه انهم بعد المرات كيذوبوا ماشي قاصحين وغلط فوالا هذا فريمون قيس عليهم الراحه ديالي مزيانين عجبوني ومن اون فوا يسالي وخصني نعاود ناخذ نقدرهم فوالا تو سامبلومون فوالا فوالا هادشي اللي كاين هادو هما لي برودوي فافوري اللي اون فوا يسالي وكنمشي اوتوماتيكمون نعاود ناخذهم ونشريهم كنتمنى يكون الفيديو يعجبكم الى عجبكم بوز فيغ كومونتير وغادي نخلي لكم بيان سور في لابار دانفو مي ريزو سوسيو كنتمناو تشاركوا معايا فيهم ويعني تابعوني فيهم بلوتو وفوالا فوالا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بيزو بيزو يا لا بروشين